In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God, Amen. هنحفظ مع بعض النهاردة لحن أبيك ران. كلمة ران معناها اسم. بيك ران معناها اسمك. Your name. فاحنا بنتكلم عن اسمك العظيم في إقليم مصر. فهنسمع بعد شوية إدخورة إن كيمي. كلمة كيمي اللي هي مصر. ما معنى كده نحن بنتكلم عن قديس من أول جملة كده. أيها الطباوي القديس. يبقى احنا بنتكلم عن قديس في مصر. يبقى we're not gonna sing this hymn for a martyr. We cannot sing it to Saint Damiana, to Saint Mina, to Saint George. ما ينفعش نقول اللحن ده للشهداء. بنقوله بس للقديسين اللي جم أو عاشوا أو مدفونين في مصر. يبقى نقوله للأنبا أنطونيوس. نقوله للأنبا برسوم العريان. نقوله للأنبا رويس. نقوله للأنبا بشوي. نقول له أي الأنبا شنو ده رئيس المتوحدين. وبعد شوية في الكلاس هنسمعكم كل اللحن كل الفيرجنز بتاعت اللحن بالطريقه دي. يبقى احنا لازم نكون متفقين من الاول اللحن ده بيتقال لمين، بيتقال فين. زي اي حاجه تمجيد بيتقال قبل اجيوس بعد السنكسار، يعني بعد ما بتتقال سيره القديس تقدر تعمل اي حاجه للتمجيد. وطبعا ممكن يتعمل في تمجيد كامل في الاخر بعد التناول، او يتعمل لو انت بتعمل تمجيد بعيدا عن القداس في اي وقت. جميل، ماشي. نشوف اللحن عامل ازاي. اللحن فيه في الاول اربع محطات، اولى وثانيه شبه بعض، ثالثه ورابعه شبه بعض. هما الحقيقه الاربعه كلهم شبه بعض، بس النهايه بتاعت الاولى والثانيه تختلف عن النهايه بتاعت الثالثه والرابعه. The hymn is in about four stations. The first two stations are so similar to each other exactly, just different words. Third and fourth are exactly similar to each other. All the four stations are similar. It's just the ending of the first and second is different than the ending of the third and fourth. لو حفظنا الحتة دي يبقى تقريبا أكتر من تلت اللحن اتحفظ، والنغمة سهلة خالص. ناخد بالنا أن اللحن دوت أحيانا بنتلخبط بينه وما بين آل القربان، لأن البداية بتاعته كلهم هما الاثنين بقى طويلة. يعني آل القربان كنا بنعمل فيها إزاي؟ آه آه. جميل؟ لكن أبيكران تمام؟ نحفظه بقى حتة حتة كده ونركز فيه. نفس النغمة بس بالكلام اللي في الدوائر. The circled word in the second time. Let's do it one part at a time. كمان. One more time. تاني. ركزت معايا في حفظ أول ستيشن هيبقى الباقي كله سهل، لأن الأربعة نفس البداية. كمان.
النقطة دي عشان في hold. يعني بنركز فيها. تاني. من الأول. شايف بقى من عالية الواطية ازاي؟ نعلى ونوطى، نعلى نوطى، نعلى نوطى لثلاث مرات. تاني المجموعة دي كده كتير. Three groups goes high and low three times. تاني. من الأول. تاني الحتة دي. طيب نقولها من أولها بقى. الجديدة. تاني. في هولد هنا، في هنا بنطول كده، بنمد فيها دي. بنحضر لأعلى حتة اللي هي هنا دي، هتبقى أعلى حتة فبنحضر لها. تاني. تاني.
تاني كمان طيب نجمعها مع اللي قبلها كله تمام نقولها آخر مرة ونكمل الجديدة كمان بي يبقى البي مش هي العاليه لا تاني واحده هي اللي عاليه بي تاني بي اكرا تاني بي اكرا تاني شفت بقى الحتة الأخرانية دي هي المهمة عندي This part is important because it will differ in the third and fourth النهاية دي هتختلف هنا Oh,
تاني ونبتدي في التالتة بقى حصل ايه هنا؟ شفت الفرق ما بين دي ودي؟ فاكرين دي كانت عامله ازاي؟ او لما عملناها تاني مره شايفين دي اللي شبه كي ابرتو دي؟ هنا ما عملناش كده بقى. بص هنا عملنا ازاي. را انكي اي 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 مي اي مي. لكن هنا ونعلي مش كده. لكن هنا ما عملناش كده. تاني اسمع الجديدة. را انكي ايمي. تاني را نقولها تاني ونكمل بقى الحتة برضو اللي جاية دي هتبقى جديدة وهنرجع تاني نعيد الحتة اللي هي معروفة.
So we will repeat from here and we will go on in the very last new part of this hymn in the first third of this hymn. من را را احنا نقول كلمه مكاريوس. هل معنى كده ان احنا بنقول مكاريوس اللي هو قديس مكاريوس؟ لا، كلمة مكاريوس أصلا معناها بلست أو طوباوي. فإحنا دلوقتي بنقول إقليم مصر أيها الطوباوي إنكيمي أوبي مكاريوس، عشان ده أصل كلمة مكاريوس. مكاريوس أصلا مش اسم، لا ده وصف للبركة أو المبارك أو بلست. طيب يلا تعالوا نربط من أول ران كيمي ديت لحد مكاريوس ونعمل الرابعة. Ran ki mi o o pi ma ka ونعيد هي تاني. Here we're not going to repeat this part. This part is not a repetitive part. يبقى في المرة الأولى والتانية عيدنا كل حاجة، لكن في التالتة والرابعة الحتة اللي في البوكس دوت، الحتة اللي في السكوير الريكتانجل دوت is not going to be repeated. تمام؟ إحنا كده خلصنا من حتة طويلة في اللحن، لأنها تبان سهلة ليكم بعينيكم كده وأنتوا شايفين تقول ده بيتكرر، لكن بودانك أنت خلصت جزء كبير من اللحن. تعالوا نقول الجزء ده كله بكل إعاداته، يبقى تكرار لينا ومراجعة. Oh.
تتقسمش، هي كلها كده تتاخد مرة واحدة ونعيد فيها 4-5 مرات. بي اجيوس الطيوت خني اجيوس تيرو. تاني بي اجيوس الطيوت خني أجيوس تيرو. تاني بي أجيوس الطيوت خني أجيوس تيرو.
آخر مرة ونكمل لمفتاح اللحن. النغمة دي هنسميها كده اللي عليها ستار دي هنسميها مفتاح اللحن لأنها بتتعاد أكتر من مرة في اللحن، وأكشلي بتتعاد في ألحان تانية، يعني موجودة في ألحان تانية. ياريت حد فيكم كده يبعت لنا كومنت عن اللحن اللي أنا كنت حفظته لكم من فترة قصيرة ونفس المستطيل ده موجود كده فيه. بي آجيوس الطيوت خني آجيوس تيرو أوو 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 أوو. يبقى عندي واحد اثنين ثلاثة شبه بعض، those three هزات دول are similar to each other. تيرو أوو 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 السطر ده كله كده نقوله مع بعض. بي آجيوس الطيوت خني آجيوس تيرو أو 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 repeated two times. حتى في اللحن هي كده بتتعاد مرتين، عشان كده عاملها between brackets time two. تاني شارب اند دي بتعمل وقفه كده حاده. او واو تاني او واو 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 واو. ونعيد تاني، شايفين السكوير اللي جواه النجمه دي؟ عشان بعد دي بعيد كل المفتاح بتاع اللحن ده تاني، نجيبها لكم من اولها. Oh, 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 oh. خلصنا السطر ونص دول، نقولها كلهم كده على بعض. بي آجيوس الطيوت خني آجيوس تيرو Oh,
الحتة الجديدة. تاني. ده مفتاح مهم يهمني ان احنا نحفظه كويس. تاني واخر مرة. شايف بقى الحتة دي؟ شايف دي هتتعادة، هي تاني مرة تتعادة، هي تالت مرة. This part is repeated three times in three different forms. تاني من أولها. هنا تبتدي كده slow، تبتدي بطيئة. Then it will go fast here. تبتدي إن إحنا نسرع هنا. خدت بالك بقى من الحتتين دول عاملين ازاي؟ نفس البداية بتاع دي لكن تغييرات بعد كده من أولها. شايف دي عاملة ازاي؟ التالتة. دي كلها وطية. من أول هنا. ونعمل ايه first، لان هنعيد بعد كده من اول هنا تاني ونخش في السكند. اسمعها من اولها. تاني.
المرة الثانية طويلة شوية، فهنعيدها كتير من أول واحدة خالص. وتبقى كده خلصت الحتة الطويلة المهمة جدا في اللحن اللي بتتقال في قطني خورس في الخمسين. تمام؟ تاني نقولها من أولها. Oh.
الحتة اللي جاية سهلة وكلها كلام بيتقال بسرعة، خلصت الهزات بتاعت اللحن دوت. تعالوا بقى نثبت الحتة دي كلها كده تتقال مرة كلها على بعض عشان تثبت. احنا قلنا ايه؟ بي اجيوس الطيوت، الطيوت يعني المكرم، يبقى القديس المكرم في جميع القديسين ابونا القديس الطاهر انبا، دي اللي احنا هنقولها بعد شويه، بنيوتث اواب وهنقول اسمه. يبقى احنا قلنا او بليسد سينت اونورد امونج اول سينتس اور هولي فادر، ذن وير gonna say ذا نيم. يبقى احنا بنقول بي اجيوس الطيوت خني عشان بلورال، ني اجيوس تيرو بنيوتث اواب، ونقول اسمه. تمام، تعالوا نقولها من اولها. بي أجيوس الطيوت خني أجيوس تيرو بنيوتث اواب تو تايمز، ابونا القديس او our holy father تو تايمز. بنيوتث اواب، بنيوتث اواب، بنيوتث اواب، similar right. بنيوتث اواب، يبقى how many times so far this is the third. بنيوتث اواب بنقولها لتالت مرة اهي. بنيوتث اواب، بنيوتث اواب، بنيوتث اواب، زيكي اوس افا انتونيوس بي ارشي خوسنتيني موناخوس. نجمعها كلها. بنيوتث اواب، بنيوتث اواب،
بن يوتث أواب زيكي أوس أفا. إحنا هناخد الإكزامبل على سان أنتوني وبعد كده في الصفحة الجاية هوريكم إزاي نعمل كل بقية القديسين المشهورين يعني. بنيوتث أوابن زيكي أوس زيكي أوس. من أول هنا بقى بتتغير. بنيوتث أوابن زيكي أوس أبا أنطونيوس بي أرشي خوسنتيني موناخوس موناخوس. اثنين اثنين أربعة. تو تو فور. أبا أنطونيوس بي أرشي خوسنتيني موناخوس موناخوس. خدت بالك؟ بنيوتث أوابن زيكي أوس أبا أنطونيوس بي أرشي خوسنتيني موناخوس. بي من ريت انت بخريستو بي من ريت انت بخريستو. ونعمل المفتاح. أو 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 أوس. تاني كلها مع بعض. بنيوتث أواب بنيوتث أواب بنيوتث أواب زيكي أوس أبا أنطونيوس بي أرشي خوسنتيني موناخوس. بي من ريت انت بي خريستو. أو 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 أوس. طيب تعالوا نقولها بقى بأسامي قديسين تانيين. شايفين في الصفحة التانية عاملين بعد نهاية اللحن تجميع الأشهر القديسين. هتقول لي فين القديس موسى الأسود؟ هقول لك القديس موسى الأسود استشهد فاللحن ده ما يتقالش ليه. بنيوتث أوابن زيكي أوس أبا شنوتي بي أر شي من ذريتيس. ده كده مين؟ أمبشنودة رئيس المتوحدين. The Archmenadrite أمبشنودة. طيب واحد تاني مشهور قوي بيتقال له اللحن ده الأمبابشوي الرجل الكامل حبيب المسيح سان بيشوي. بنيوتث أوابن زيكي أوس أفا بيشوي بي إثمي بي رومي إن تليوس. برضو اتنين اتنين أربعة. تو تو فور. تاني اسمعها كده. بنيوتث أوابن ذيكي أوس أفا بي شوي بي إثمي بي رومي إن تليوس. واحد تاني مشهور الأمبرويس أو الأباتيجي. بنيوتث أوابن زيكي أوس أباتيجي ثيوفانيوس. سهلة بتاعت الأمبرويس نقولها تاني.
بنيوت ثواب زيك أوس أبا تيجي ثيو فانيوس. ثيوفانيوس دي اللي تقابل ثيوريموس بالإيه بالجريك، يعني بيتقال عليه برضو اللي شاف المسيح أو نظر الإله زي ماري مرقس. ليه؟ لأن المسيح ظهر له 5 مرات. طيب برضو واحد تاني مشهور بيتقال له لحن ده الأنباب رسوم العريان اللي هو بيريفيش، دي معناها العريان. بنيوت ثوابن ذيك أوس أبا برسوما بيريفيش بيريفيش. تاني من أولها. زيك أوس أبا برسو ما بيرفيش. نرجع بسرعة على 4 دول علشان خاطر نبقى كده إيه خلصنا معظم القديسين اللي بيتقال لهم اللحن دوت. زيك أوس أبا شنوتي في أرشي من ذريتيس زيك أوس أبا بيشوي في إثمي في رومي أمتليوس زيك أوس أبا تيجي ثيوفانيوس زيكيوس أبا برسو ما بيرفيش. طيب احنا عاملين اللحن أساسا في النغمة الأصلية للأنبا أنطونيوس، نقولها تاني. بنيوتث أوابن ذيك أوس أبا أنطونيوس بي أرشي خوسن تاني مناخوس بي من دي بقى الايه الكومن فور اول ذا سينتس، بننهي بالحته دي. بي من ريت انت بي خريستو شايف الهاف دي بقى بتعمل كده ايه هاف تايم. شريبكم هاف إثمهن خريسما تين شريبك مهاف بك مهاف اللي هي يور تومب، السلام لقبرك المملوء نعمة. خريسما يعني النعمة. شريبك مهاف إثمهن خريسما تاني شريبك مهاف إثمهن خريسما شريبك صوما إث أوابك صوما يبقى جسدك. فاكرين الصوما اللي بنقولها كتير في ألحان تانية؟ شريبك صوما إث أواب يبقى السلام لقبرك السلام لجسدك. Hail to your tomb which is full of grace. Hail to your holy body. نقولها مع بعض. شريبك مهاف إثمهن خريسما شريبك صوما إث أواب في إطاب ذي نانفول خيت
في إطاف في فينا نفولين خيط في إطاف في فينا نفولين خيط الذي نبع منه شفاء لكل مرضى في إطاف في فينا نفولين خيط إن جاء أطالتشو إن شوني نيفين From it sprang forth the healing of every illness. طبعا فكر الكنيسة الأرثوذكسية كله saturated in this hymn. The Orthodox Church, we believe that the bodies and the relics of the saints is the source of healing of many diseases and sins. بنؤمن إن الأجساد ورفات القديسين بينبعث منها شفاء لأمراضنا ومعجزات كل يوم بتحصل. شربك مهاف اسمهن خريسما شربك صوما اثوان في اطاف فينا نفول خيط ان جاءوا طال إن جاء طالتشو إن شونيني في وارجع تاني للمفتاح شفت المفتاح ده اتعمل كم مرة؟ إن جاء طالتشو محدش بقى يقول لي طالتشو اتفقنا إن طال عبارة عن طاف وألفا ولمدة وعلى طول تشيمة يبقى ليه بنقول طالت شو مفيش ولا أي جنكم ولا أي حاجة إن جاءوا طالتشو إن شونيني في أي 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 الحتة الجديدة ماتي هو بخريستوس يعني اطلب عند المسيح اسال المسيح ask of Christ شوف بقى لما نيجي عند كلمه إيمانوئيل المسيح إيمانوئيل صح شوف بقى إيمانوئيل دي كده كانها بنقول مش انت يا رب قلت ان إيمانوئيل دي يعني الله معانا فتقلب النغمه كلها بحنيه ماتي هو بخريستوس إيمانوئيل إيمانوئيل ماتي هو بخريستوس إيمانوئيل هنا 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 دي اللي بنقولها ايه علشان هنا بنقولها كتير في الطلبات بتاعت الشمامسة علشان يغفر لنا خطايانا وشوف تتقال ازاي هنا انت في كان النوفي نانفون هنا انت في كان النوفي نانفون وشوف بقى ايه الحته اللي جايه دي جميله 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 في اللحن احنا دلوقتي بنقول ايه بنقول اسال المسيح احنا ده الهدف من كل التمجيد بتاع القديس ده بنمجد المسيح فيه ونقول له اطلب انت دلوقتي في السماء قدام العرش انت قريب اطلب ماتي هو بخريستوس إيمانوئيل هنا انت في كان نوفي نانيفول انوك يعني انا المسكين عبدك الحقير أنوك بيهيكي مسكين بيكفوك عبدك بيلا شيستوس الحقير وبعض الكتب ما يحطوش بيكفوك وبعض المرنمين ما يقولوهاش فممكن تبقى أنا المسكين الحقير وعلى طول نقول من أول هنا هنا انت في كان نوفي نانيفون أنوك بيهيكي بيكفوك بي ألا شيستوس أنوك بيهيكي بي ألا شيستوس يا تقولها يا ما تقولهاش
أنوك فيه كيبك بوك في على شيستوس. ونخش في الباراليكس بالنغمة السهلة بتاعته. بس قبل ما نخش في الباراليكس تعالوا نركز في الحتة اللي فاتت دي كلها ونقولها. بنيوتث أواب بنيوتث أواب بنيوتث أواب زيكيوس أفا أنطونيوس في أرشي خوسم تاني مناخوس في من ريتم تبيخ ريستو. شربك مهف اثمهم خريسما شربك سوما اثقوان في اطا فيفينا نفولم خيت ان جاءو طالتشو ان شونيني في ماتي هو بخريستوس إمانوئيل هنا امتفكان نوفي نانبول أنوك فيه كيبك بوك في على شيستوس آلي إيثو صغام كم اخري اي 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 وهكذا. عامل لكم ربعين كمان جاست ان كيس حبيتوا تقولوا اكتر. نفس النغمه اللي حفظناها مع بعض في اوران انشوشو وحفظناها مع بعض في بي ابنيفما وحفظناها في باراليكس واونيات اللي بيتقال في اسبوع الالام. نفس النغمه وتقسيمه كلام مختلف. وطبعا في الحته دي اوس بدل ما تقول ابا انطونيوس هتقول ابا بيشوي ابا شينوتي ابا تيجي ابا بيرسوما زي ما انت عايز في الامثله اللي احنا عملناها. وعملت لك كمان ربع بالعربي جاست ان كيس حبيت تركب عربي حبيت تركب انجليزي زي ما انت عايز. اسمع كده العربي عامله ازاي. لي انا هو
حقيقة حارة قلبي تذكرك الجالي أيها القديس أنبأ